أبدأها بقول بسم الله، تنزه الرحمن عن أشباهي، وأحمد الإله ذا الجلال بفضله بالهدي والنوال. ثم الصلاة والسلام منا على نبي للفلاح سنة، طريقة التبرك الميمونة في ذاك أهل العلم يتبعون. فإن رأيتم من أتاكم يدعي بأنه غير الهدى لم يتبعي، وقد أحل حرمة ضلالا من جهله أو حرم الحلال، قولوا له إذ حرم التبرك بأثر النبي زاد شرك، إن اقتسام الشعر يا مماري. رواه مسلم كذا البخاري. وخصمة الأطفال أيضا تسند صحيحة كما رواها أحمد. وجبة النبي سل أسماء، أما رأت في مائها الشفاء، هكا دليلا من أبي أيوب يمس بالخد سر المحبوب. أنعم به ردا على من أنكر، جئت رسول الله ليس الحجر. فمسلم أولاه ما رواها صحيحة الإسناد عن مولاها، وأحمد روى الحديث الثاني رد الصحابي على مروان. وخالد للجيش في قلنسوة قال الطب سبب ذاك ما هو، لأن في الطيات شعرات النبي، وذاك في اليرموك يروي البيهقي. ومسح أحمد لرأس حنظلة بكفه وداعيا بالخير له، من جاءه والوجه منه وارم بمسحة يعود وهو سالم. بركة النبي طاب عرفه، موضع كفه فكيف كفه. الطبراني روى وأحمد مطولا عن الثقات يسند، وثابت قد كرر التقبيل، يدا وعينا رأت الرسول. وأنس عن مثل ذاك ما جزر، مجوزا روى أبو يعلى الأثر. يا أخوتي من فضله تبركوا، يا أخوتي من فضله تبركوا، تمسكوا بهديه لا تتركوا. أجازه نبينا المعظم، ففتشوا عن ذيل من يحرم، فإنه أخو الجهول في الغباء، ومثله يأبى الكريم يسحبا. نظمتها مرشدة عزيزة، أكرم بها في الخير من أرجوزة.